السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم محمد حدايدي جاتني اسئلة كثير واستفسارات كثير كيف نعرف الايفون الاصلي من التقليد يعني يروح يخاف يشتري جهاز مستعمل او احد يعرض عليه جهاز او يشكك بجهازه انه ما هو اصلي طبعا سبق واستعرضنا الايفونات الدرجة الاولى او الايفونات الصينية المقلدة بقناتي باليوتيوب ولكن الناس يعني حابة تستفسر اكثر يعني عموما تكون الاجهزه اللي هي بنظام اندرويد على شكل ايفون هذا بيكون الجهاز اكيد مقلد او صيني مقلد يعني اما في ناس تقول هو تجميع دبي او درجه اولى كيف نعرف نفرقها طبعا حتعرف تفرقها فقط من السيريال نمبر الجهاز يجي نفسه فسهل جدا انك تتاكد بهذه الطريقه اللي الان بنشوفها بتروح للاعدادات بعدها بتنزل عام وأول خيار حوله وبتنزل إلى اللي هو السيريال نمبر أو الرقم التسلسلي. هنا هذه الخانة مكتوب الرقم التسلسلي بتسوي لها نسخ. بعدها بتتوجه إلى الموقع اللي بتلاقيه أسفل مقطع الشرح باليوتيوب. أول ما بتضغط على الرابط اللي أسفل مقطع الشرح باليوتيوب بتفتح لك صفحة بهذه الطريقة. بتضغط هنا ضغطة واحدة بيطلع لك لصق اللي هو السيريال اللي احنا نسخناه. بعدين بتكتب اللي بيكون موجود عندك هنا بعدها بتضغط على كلمة Continue لو ظهر لك جهازك أو نوع جهازك أعرف أنه الجهاز أصلي بدون تكملة باقي الأشياء لكن لو ما ظهر لك هنا الجهاز ونوعه يعني هذا الجهاز اللي أنا بكلمكم منه الآن اللي هو الـ 8 ومظهر لك نفس السيريال وهنا ايضا من الصفحه تقدر تعرف ضمانك شامل الى متى يعني متى بينتهي الضمان تبعك يعني هذا ب 31 ديسمبر 2017 بالنسبه للمساعدات التقنيه وهنا ايضا بينتهي الضمان كامل لاي شيء او اي خراب بالجهاز اللي هو بعام 2018 ب 1 اكتوبر يعطيكم الف عافيه إن شاء الله اكون افدتكم بمعلومه جديده ونشوفكم على خير.